السنة اللي فاتت تحديدا كنت منور، السنة دي بتنفجر بقى، السنة دي موهبة بتنفجر بشكل واضح جدا. ايه اللي بيحصل السنة دي؟ ايه استقرارك مع انبي مدرب كابتن تامر مصطفى؟ ايه اللي مخليك من السنة دي تحديدا كمان في افضل احوالك؟ والله توفيق من عند ربنا طبعا، وكرم من عند ربنا كبير، ولاعب بيشتغل وبيجتهد وبيتمنى، يعني بيتمنى التوفيق للناس كلها. وكابتن تامر برضو بصراحة يعني بشكره من خلال حضرتك بصراحة، يعني مدير فني محترم بعيد عن أي حاجة، بعيد عن التمرين عن التدريب والكلام ده كله، راجل محترم ويتكلم معانا دايما وبيحفزنا دايما ومعانا بالأخص، وشايفني ليا إن أنا ليا مستقبل كبير. صح. فبصراحة فرق معايا جدا في مسيرتي، ومن ساعة ما جاب بصراحة الواحد اتطور كتير. فده بصراحة حاجة تحتسب له، اللي هو طورني كتير جدا. صحيح. طيب انت يعتبر واحد من اهم اهداف تقريبا معظم الفرق اللي في مصر، واكيد عندك حاجات بره كمان. هل في حد اتكلم معاك بشكل مباشر انت او نادي انبي في يناير انك تنتقل ليه، ولا انت مكمل مع انبي لنهايه الموسم؟ والله هو في كلام كلموني يعني بره، وكلموا الوكيل بتاعي في سويسرا. سويسرا كلموا الوكيل سويسرا. بتاعي. هل النادي بتاع سويسرا ده اللي هو النادي اللي بيدربه رينيه فايلر؟ فايلر المدرب السابق للنادي. حتى كلموا وكيلي، ووكيلي يعني في تواصل، وحتى مستر ايمن جاله خبر من اللي انا جاله عرض وبتاعه واتناقشوا، بس الكلام يعني من بعيد لسه. الايام الجايه ان شاء الله يبقى في كلام وفاكس وكده.